اقر واعترف يلا بينا ونقفل الليله يلا ونشكرك شكرا جزيلا. يعني راجل عامل معانا كل الواجبات دي وفي الاخر اقر واعترف برضه، ده انت دمكوا تقيل. ربنا يستر. كابتن حسين الشحات هتقر وتعترف؟ اقر واعترف يا كابتن. كابتن حسين الشحات تقر وتعترف انه ازمه محمد الشيبي هي اكبر خطا انت ندمت عليه في حياتك؟ طبعا طبعا طبعا، يعني دي اكبر غلط انا غلطته في حياتي، واكيد طبعا لو اتعادت 100 مره استحاله اعمل كده، واستحاله هيتكرر الموقف ده يعني. وعدت على خير طبعا طبعا، عدت على خير والحمد لله اللي عدت على خير، وربنا يسامح الجميع ان شاء الله. سؤال دمه تقيل شويه، فاقر واعترف. تقر وتعترف انك خططت مع امام عاشور وطارق حامد ان انتوا تتمردوا على فيتوريا من خلال ادعاء الاصابه بعد مباراه جيبوتي دي؟ قلبت عليكم الدنيا كابتن. في حد كابتن هيتفق مع حد اللي هو ادعاء الاصابه عشان يمشي؟ انت كنت مزرجن، كنت متضايق؟ خالص والله يا كابتن، انا كنت اصلا مصاب قبلها وكان عندي شد، كنت احتياطي فعلا. كنت احتياطي فعلا، بس انا كان حتى الدكتور كان قبلها وكان عارف وكان قال لي، فحتى واحنا بنعمل سبرنتات فانا حسيت بيها فطلعت. بس فاتفاجئت بقى اللي امام طلع وطارق طلع فكبرت لو الاخر دي وجهه نظره، حتى انا ما اتكلمتش وما اعترضتش وخلاص قلت انا اسف على اللي حصل، بس خلاص يعني لو الاخر دي وجهه نظر يعني. تقر وتعترف انك فكرت في اعتزال اللعب الدولي؟ بصراحه طبعا، بس تراجعت بسرعه. يعني بتيجي اوقات يا كابتن اللي انت بتبقى صحيح، اللي انت عايز تعتزل وفي نفس الوقت لا، وفي نفس الوقت بتقول انت لسه ما لعبتش اصلا يعني حاجه دوليه، بس في الاول والاخر انت في اوقات زي ما قلت لك بتبقى نصيب وعدم توفيق والحاجات دي كلها، فاوقات بتيجي واوقات لا يعني. وزي ما قلت لك هي 2018 بالنسبه لي كانت اكتر وقت. احكي لك قصه. اتفضل. انا اسف يعني. طبعا طبعا. جالنا مدرب هولندي اسمه راوتر 94 مش عارف كام 95 كده يعني. فالراجل لما جه كنت انا كابتن المنتخب، فهو كان مساعد مدرب هولندا في كاس العالم 90. فقال لي انا مش مصدق ده، انت كنت مش عارف كاس العالم وانا كنت مبسوط بيك وانا مش مصدق ان انت بتلعب وكده، وانا كنت زايد في الوزن شويه. فقال لي انا عايزك تخس 5 كيلو. قلت له اوكي. فخسيت 7 كيلو. اكتر. اكتر. فاتخبط. قال لي عشان تلعب لازم تخس 5 كيلو، فخسيت 7 كيلو وفورمه بقى وكده. فجه الراجل قال لي بص انا ايه، نادر السيد هيلعب المباراه الجايه، كنا السودان في السودان. قلت له جدا مفيش مشكله خلاص، طالما اختيارك انا ما عنديش مشاكل. وفعلا لعب نادر السيد يوميها، وحتى يوميها كانت الدنيا. انا قلت له يا نادر انزل بجزمه المطر، هو ما رضاش ينزل بيها. قلت له اسمع كلامي. فالمهم اتزحلق مرتين في بدايه المباراه، رحت جاري جايب له الجزمه وانا ربطتها له في الملعب، حتى الجمهور السوداني كله استغرب والصحافه السودانيه كتبت بعدها يعني. بس ده كان واجبي ناحيه زميلي يعني طبعا، فبتعامل يعني زميلي يعني طبعا. رجعنا وبتمرن بقى وحاله بتاع، فلقيت الراجل جايبني قال لي انت مش هتلعب خالص. فقلت له ليه مش هلعب خالص؟ قال لي نادر هيلعب. قلت له لا ما تقوليش كده، قول لي منافسه ولاعب نادر بالظبط، بس قول لي منافسه ما تقوليش انت ما فيش حاجه اسمها كده. قال لي بص انا هدي لك نصيحه. قلت له نعم. قال لي اعلن اعتزالك الدولي وانا هجيب لك منتخب هولندا هيلعب ماتش في اعتزالك الدولي. عملت له زيك كده بالظبط، قلت له مش انت صاحب قرار اعتزالي؟ انا صاحب قرار اعتزالي. صح. انت قول لي انا مش عايزك في المنتخب. قال انا مش عايزك في المنتخب. قلت له شكرا جزيلا بس اعلن ده. هو خاف. قلت له لا اعلن ده بالظبط انت اللي تقول. قال لي انت. المهم اتخانقنا في النقطه دي، رحت واخد شنطتي وماشي. بعد 3 شهور هو مشي وانا رجعت كابتن منتخب وعملت من احلى المواسم ان شاء الله. فصمم هتنجح ان شاء الله، هتكمل ان شاء الله ان شاء الله. تقر وتعترف انك بتشعر بالحزن في بعض الاوقات على الفلوس اللي انت خسرتها عشان تلعب للاهلي؟ خالص يا كابتن، لو انا كنت بعمل كده ما كنت مشيت بقى في اول السنه ورجعت تاني للفلوس. تقر وتعترف انك ما بتقبلش اي قرار فني بجلوسك على مقاعد البدلاء؟ ازاي يا كابتن؟ مفيش لعيبة يا كابتن هيبقى اللي هو اللي حد يقول له فني لا انت قعدت، لا دي في الاول والاخر دي وجهه نظر مدرب. فانت السؤال اللي جاي انا ما بحبوش فانا مش عايز تجاوب عليه، ما تجاوبش عليه. تقر وتعترف ان كولر افضل من موسيماني؟ والله يا كابتن بص، هي دي في الاول والاخر هي كل مدرب وليه طريقه وكل مدرب وليه حاجه معينه وبيعملها، والاثنين مدربين كبار وكل واحد يعني حقق بطولات مع النادي الاهلي يعني. جميل. تقر وتعترف ان المقارنه بينك وبين زيزو ظالمه ليك بالبطولات والارقام؟ اكيد طبعا يا كابتن، اكيد زيزو طبعا لعيب كبير ومحدش يقدر يقلل منه، بس اكيد طبعا يعني نعم حقق بطولات قد كده مع النادي الاهلي فدي طبعا يعني.
تقر وتعترف ان خساره السوبر الافريقي كانت بسبب الثقه الزياده من لعيبه الاهلي؟ لا انا جاوبت عليها اللي هو احنا ما كناش موفقين وما كناش في يومنا خالص اليوم دوت ولو الماتش ده اتعاد 100 مره اكيد مش هنطلع بنفس اللي احنا كنا فيه ده.